تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدى اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب المتوفى سنة 24 واسمه أحسنت فتح الله علينا وعليك محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة الزهري القرشي رحمة الله عليه، مات سنة 24 ومئة. نعم. عن ابن السباق. ابن السباق وعبيد بن السباق العبدري المدني الثقة المحدث الكبير التابعي، و طبعا هو هذا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، فهذا حديث مرسل، لكنه وصله ابن ماجه عن الأخضر بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع، الجمعة هذه بالضم لغة أهل الحجاز، وبالفتح لغة تميم، وبالسكون لغة عقيل، فهي مثلثة الميم، قالوا فيها جمعة وجمعة وجمعة. أما الجمعة هذا وجه ضم الميم فهذا لإتباع الضمة، الأصل جمعة بسكون الميم، والعرب تتبع الضمة تتبعها ضمة للمناسبة، فتقول مثلا في أكل تقول أكل، وفي قفل تقول قفل، وفي خطوات تقول خطوات، كل هذا إتباعا للضمة الأولى. ووجه الفتح جمعة هذا وزن فعل، هو وزن يدل على اسم الفاعل. قال ابن زين القناني رحمه الله في توشيحه للامية الأفعال: وفعلة لاسم مفعول، فعلة لاسم مفعول، وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. إن فتحت العين من فعلة تصير فعل، صار اسم من فعل، صار اسم فاعل جمعة. ويعني هي لما كانت سببا لجمع الناس لأنهم يجتمعون فيها، نسب أن يقال فيها جمعة لأنها تجمع الناس في ذلك اليوم. ووجه الإسكان جمعة، هذا الوزن من الأوزان الدالة على اسم المفعول. احنا قلنا جمعة هذا من أوزان اسم الفاعل، أنتم تقرؤون قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. همزة أي كثير، ياش الهم يصدر منه أو عليه، يصدر منه الهمز، ولو قيل همزة يهمز، هو الذي يقع عليه الهمز.
ويل لكل همزة لمزة، يصدر منه الهمز ويصدر منه اللمز. العرب تقول رجل ضحك، أي كثير الضحك وضحكة، ها يضحك من العرب تقول رجل لعن كثير اللعن، قال ابن المرحل في نظمه لفصيح ثعلب، ورجل لعنة لعان ولعنة يلعنه الإنسان. والجمعة هذا قلنا إنه من الأوزان الدالة على اسم المفعول، فجمعة لأنها مجموع فيها الناس في ذلك اليوم. وقد قال أبو عمرو بن العلاء رحمة الله عليه إن الجمعة كانت تسمى في الجاهلية، كانت تسمى العروبة، وكان ذلك كان هذا اسمها في الجاهلية. وقال ثعلب رحمه الله إن أول من سماها الجمعة هو كعب بن لؤي الجد السابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، الجد الأول بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. أنا قلت لكم الجد السابع، لا هو الجد الخامس، في نصنا احنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، هو السابع بن كعب، هو كعب بن لؤي. هذا قالوا أول من سمى العربة العروبة سماها الجمعة، وإنما سماها جمعة لأنه كان يجمع قريشا في دار الندوة فيعظهم ويذكرهم ويخبرهم أنه سيبعث من ولده رسول ويأمرهم باتباعه وبطاعته، ويزعمون أنه مما كان يقول لهم اسمعوا وعوا وتفهموا تفهموا وتعلموا تعلموا، ليل داج ونهار ضاح والسماء بناء والأرض مهاد والجبال أوتاد والنجوم أعلام، الأولون كالآخرين، الظن غير ما تظنون، هل رأيتم من هالك رجع أو من ميت نشر. فاحفظوا احفظوا تقول لهم عظموا حرمكم وثمروا أموالكم واحفظوا أسهاركم، وعظموا حرمكم وتمسكوا به فإنه سيكون له نبأ عظيم وسيخرج منه نبي كريم. ثم ينشد يا ليتني شاهد فحواء دعوته إذا قريش تبغي الحق خذلانا، ثم يقول لو كنت في هذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت تنصب الجمل ولا أرقلت إرقال الفحل فراحا بدعوته جذلا بصرخته. هكذا يقول المؤرخون وأهل العلم بأيام العربي، والله أعلم بصحة ذلك وعدم صحته. وكعب بن لؤي هذا كان عظيم القدر عند العرب، ولذلك كانوا لما مات كان موته حدثا عندهم. تعرفون الشعر الذي يقول وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. مات هذاك ولكن راه ماشي واحد اللي مات، راه بنيان قوم تهدم. فكعب بن لؤي كان كما وصف هذا الشاعر، وإن لم يقال البيت فيه ولكن كان هذا الوصف. ولذلك لما مات صاروا يؤرخون بموته، فيقولون مثلا هذا الشيء وقع عام موت كعب بن لؤي، فلان ولد بعد سنتين من موت كعب بن لؤي، فصاروا يؤرخون بموته إلى أن كان عام الفيل، فصاروا يؤرخون. ولذلك نحن نقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام، لأن العرب كانت تؤرخ، العرب ما كان عندها السنين، سنة كذا سنة كذا سنة كذا، إنما كانت تؤرخ بالأحداث، فكانوا يؤرخون بموت كعب. ثم بعد ذلك وقعت الداية الدهياء التي هي إرادة هدم الكعبة، فصاروا يؤرخون بها. وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي يقصده المجلسي البدوي رحمة الله عليه في عمود نسبه بقوله بموت كعب أرخوا لشهرته،
رد إلى الدين أهالي مكته، يخطب بالنبي كل جمعة بخطب كل الرشاد مدعى، هكذا يقولون والله أعلم. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع، في جمعة من الجمع، تجمع الجمعة على جمع وتجمع أيضا على جمعات، غور كما يقال غرفة وغرفات. نعم، قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين. يا معشر المسلمين، المعشر هو كل جمع يشركهم يجمعهم وصف، كل جماعة يجمعها وصف تطلق العرب عليها لفظ معشر، فالشباب معشر والشيوخ معشر والنساء معشر والأنبياء معشر، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، كالرات والنفر. نعم، يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. إن هذا يوم جعله الله عيدا، العيد هو ما يعاد مرة بعد أخرى، ما يعاد مرة بعد أخرى تسميه العرب عيدا، وقد خصه الشرع بالعيدين، بعيد الفطر وعيد الأضحى. وقال بعض العلماء إنما سمي العيد عيدا لأن لله سبحانه فيه عوائد من الخير والإحسان لخلقه، ولما كان العيد سببا لإظهار السرور وأنواع المسرات صار يطلق العيد على كل يوم فيه سرور، ومن ذلك قول أحد الشعراء عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة، جمعوا لي ثلاثة ديال الأعياد في نهار واحد، عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة، شنو هما ثلاثة الأعياد؟ أش ممكن يتجمع في يوم واحد؟ الجمعة والعيد، أيوة ها؟ العيد وعرفة ايوا قول العيد الكبير والعيد الصغير وعرفة انا سئلت مرة من انسان ما اظن ان عقله معه حينما كان يسأل، قال ارأيت ولاحظ ان العيد الكبير كل مرة يرجع، كان تيجي في الستة ومن بعد تيرجع وتيرجع، ويقول لي الا جا العيد الكبير في رمضان واش غادي نصوم ولا نفطروا؟ هي هذه جمع عرفة والعيد الكبير والعيد الصغير. عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة، فوجه رؤية وجه محبوبته هذا من أسباب المسرة فجعله عيدا، والعيد الجمعة وعيد نعم. إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. فاغتسلوا هذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم فاغتسلوا يدل على أن الاغتسال إنما شرع لأن في الجمعة، لأن الجمعة يوم عيد، فلذلك يقاس هذا ويقال لو لم يكن أثر أنه يشرع الاغتسال أيام العيد فإنه يغتسل في يوم العيد، لأن قياسا على هذا الغسل الذي هو يوم الجمعة لأنه شرع لأن الجمعة عيد. نعم، وعلى كل حال فالأعياد شرع فيها التجمل والاغتسال لما فيه من التنظف هو من التجمل. نعم، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. الاغتسال يوم الجمعة هذا موضع اختلاف فيه الفقهاء، المذهب عندنا أن الاغتسال مستحب وليس بواجب، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يكون لهم عمل ولم يكن لهم كفاه، كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاه، الكفاه جمع كاف كما تقول قضاة وقاض، الكاف هو الذي هو الخدم الذين يكفونهم العمل، لم يكن لهم كفاه فكان يكون لهم تفل، تكون لهم ريح قبيحة فيأتون من أعمالهم بذلك التفل إلى الجمعة إلى الصلاة، فقيل لهم لو اغتسلتم، فكان هذا سبب تشريع غسل يوم الجمعة، وذلك يدل على أنه ليس بوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو اغتسلتم. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم يخطب في الناس يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ وتخطب الإمام، تخطب أنت، الله جيتي وأنت من السابقين الأولين، لا يناسبك، لا يناسب مقامك التأخر يوم الجمعة. فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فما زدت أن توضأت. فقال له عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ومع ذلك لم يأمره عمر رضي الله عنه بأن يذهب ويغتسل ثم يعود، وعثمان هو صاحب القضية لم يرى ذلك واجبا فيغتسل ويأتي المسجد، فدل ذلك على أن الغسل ليس بواجب. وأصرح من هذا كله ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فهو أفضل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. وسيأتي مزيد بيان لاختلاف العلماء إن شاء الله في هذه القضية. ولكن نحن نقول دائما عندما يقول المالكية أو غير المالكية إن هذا الشيء مستحب وليس بواجب، هذا لا يكون مدعاة لتركه، وإنما يكون مدعاة لفعله، لأنك تجد فيه مقاما، تجد فيه ملحظا، تجد فيه معنى لا يكون لك لو قيل لك إنه واجب. لماذا؟ لأنك حينئذ تغتسل وكأنك تقول لله تعالى: يا رب أنت ما أوجبت علي هذا وأنا أتقرب إليك بما لم توجبه. أما الذي يعني أوجبه هذا لا لابد منه، ولكن أنت تتبرع إلى الله، تتبرع إلى يعني تتبرع على نفسك، تتبرع بالتقرب إلى الله تعالى بما لم يوجبه. من الغلط أن يظن أنه عندما يقول الفقيه هذا ليس بواجب، أيوة ماشي واجب، إذن جلسوا نديروه. لا، هو يبين لك ليكون ذلك أعظم لأجرك. نعم. إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. وهذا فيه إرشاد إلى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التطيب. وأنتم ترون أن هذا التعبير لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الندب، وهذا أيضا مما يبين لكم رأفة الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هي من الرأفة والرحمة، يعلم أنه ليس كل الناس قادرا على شراء الطيب، فمن كان قادرا عليه فلا يضره أن يمس منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه ورواحه وقدومه برائحة الطيب المنبعثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. مع ذلك نحن نقول الآن في هذا العصر لا أظن أن أحدا لا يقدر على طيب، الطيب 10 دراهم و5 دراهم. إنما أنصح إخوتي عندما يشترون هذه الأنواع من الطيب أن لا يكثروا منها، لأنها إذا أكثروا منها قد يكون لهم تفل أيضا فيحتاجون إلى التطيب من الطيب، وهذا قد يعني ذاك الريحة شوية تكون على كل حال. ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. وعليكم بالسواك، وعليكم بالسواك، وعليكم هذا اسم فعل أمر، المقصود به الإغراء بالشيء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزموا السواك. وهذا عليكم يمكن أن تعديها بنفسها ويمكن أن تعديها بالحرف، عديت بالحرف كما في الحديث عليكم بالسواك، ويمكنك أن تقول أيضا عليكم السواك كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وقال الشاعر: فقلت عليكم مالكا إن مالكا سيعصمكم إن كان في الناس عاصم.
طيب على 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 يعني اللفظ النبوي هنا في الحديث عليكم بالسواك، كيف يكون الإعراب؟ عليكم هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وبالسواك هذا مبتدأ، والباء هذا حرف جر زائد، السواك مبتدأ مضموم ومنع من ظهور حركة الرفع اللي الضمة اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وعلى على قول عليكم السواك هذا جر ومجرور، السواك هذا يكون منصوبا على الإغراء. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم السواك، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى السواك بقوله وفعله. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وروى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه أي يموصه، أي يستاك ويستن. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل فيه قرآن. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك. يعني هذه الدرجة، هذا السواك المندوب إليه لكنه ندب بحث وندب بتحضير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج من سكرات الموت ما يعالج أبد نظره إلى السواك، ويعني رمى ببصره وحداق في السواك، ففهمت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يستاك. الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني تعني أخاها، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، قد يشوف السواك. ففهمت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريده. قالت فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط خيرا منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه أو يده وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. فقالت مات بين سحري ونحري. وفي رواية أنها كانت تقول مات في بيتي وفي يومي وبين حاقنتي وذاقنتي، وقد جمع الله ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من أيام الدنيا. والأحاديث في فضل السواك والحض عليه كثيرة، وعجب بعد ذلك لمسلم فمه قبيح الريح، وأعجب من هذا مصل فمه قبيح الريح. وعليكم بالسواك هذا عليكم هذه في الغالب تفيد الوجوب، وهو الذي ذهب إليه داود الظاهري وإسحاق بن راهوية رحمة الله عليهما، قالوا السواك واجب. وجمهور العلماء يرون أن السواك مستحب وليس بواجب، والذي حملهم على الحكم عليه بالندب لا بالوجوب الحديث الآتي في الموطأ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير واجب. الفقهاء في هذا الموضع يتحدثون عن الأوقات التي يستحب السواك فيها، فيذكرون مثلا عند القيام من النوم،
وعند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير الفم وبعد الأكل. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن أبي الزناد، واسمه عبد الله بن ذكوان، مات سنة 300. عن الأعرج عن الأعرج، واسمه عبد الرحمن بن هرمز، توفى سنة فين؟ أحسنت، في الإسكندرية، مات سنة 1700 في الإسكندرية. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، توفى سنة 57 على الصحيح، واسمه على الصحيح عبد الرحمن بن صخر، على الصحيح. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. هذه لولا تأتي في كلام العرب على ثلاث مناحي: تأتي للتحضيض، وتأتي للتوبيخ، وتأتي حرف امتناع لوجود. تأتي للتحضيض، وهذه يكون بعدها الفعل المضارع. تقول مثلا للإنسان: لولا تتصدق، لولا تصلي، لولا تحفظ القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ تحضه على ذلك. قال ربنا سبحانه: لولا يأتون عليهم بسلطان مبين، لولا يعذبون الله بما نقول. وتأتي للتوبيخ، وهذه يأتي بعدها الفعل الماضي. تقوله: لولا درست، يفهم السامع العربي أنه نسقط، لأنك توبخه. قال ربنا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وتأتي، وهو المنح الثالث، تأتي حرف امتناع لوجود. حرف امتناع لوجود، هذه يأتي بعدها الاسم، ويكون الاسم الذي بعدها مبتدأ. ويعني هذه يقولون تأتي حرف امتناع لوجود، معنى هذا أنه يمتنع وجود متلوها لوجود متلوها. يمتنع وجود متلوها لوجود متلوها. حرف امتناع، امتناع متلو المتلو لوجود، لوجود المتلو، معنى هذا الكلام. طلامس هذا. مثلا قول القائل: لولا زيد لأكرمتك، يمتنع متلو المتلوي. لولا زيد، هذا المتلو، متلوه هو الذي يتلوها. لولا زيد لأكرمتك، امتنع متلو المتلوي الذي هو لوجود المتلوي، وهو يمتنع متلو متلوها لوجود متلوها. وضحت؟ لولا زيد لأكرمتك، إذن امتنع الإكرام لوجود زيد، حرف امتناع لوجود. إذا رجعنا إلى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. امتنع متلو المتلو الذي هو الأمر بالسواك لوجود المتلو، وهو المشقة. لولا المشقة لأمرتكم بالسواك. هذا مشكل. هذا يعني أن المشقة موجودة في هذه الشريعة، وهي المشقة موجودة. كيف وربنا يقول: ما وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ فكيف يقال إن المشقة موجودة في هذه الشريعة وهي شريعة سمحة سهلة؟ إذن لابد من تقدير: لولا خشية المشقة لأمرتكم بالسواك. وضح الآن؟ وخشية المشقة حاصلة أم ليست بحاصلة؟ هذه موجودة. وهذا الذي أحوالها الثلاثة، أحوال لولا الثلاثة، نظمها الديماني رحمه الله بقوله: لولا التي للابتداء حرف تفيد لتلوي تلويها امتناعا لوجود، وحرف تحضيض مع المضارع، وحرف توبيخ بما مضاوع. ونحن قلنا هذه لولا
التي يتلوها المبتدأ أين خبره؟ لولا زيد لأكرمتك، لولا حرف امتناع للوجود، زيد مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر محذوف وجوبا، الخبر بعد لولا يحذف وجوبا، قال ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يتحتم حذف الخبر بعد لولا. تقديره فلولا زيد لا أكرمتك، لولا زيد كائن لا أكرمتك، لولا زيد كائن لا حرمتك، لولا خشية المشقة كائنة لأمرتكم بالسواك. ولكن أحيانا يجب إظهار خبر لولا ولا يجوز حذفه. لماذا؟ لأن الخبر حينئذ لا يمكن تقديره بكائن، بل يكون مقدرا بكون خاص. مثلا يقول مثلا القائل: لولا الشعر لكنت اليوم أشعر من لبيدي. هل يصلح أن نقول لولا الشعر كائن لكنت اليوم أشعر من لبيد؟ لا يمكن هذا. قال الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. هنا تقدير الخبر أين؟ الخبر هو أين هو؟ لولا الشعر يزري بالعلماء، بالعلماء يزري، الجملة الفعلية كلها هي الخبر، وهذا كون خاص. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة. هذه حديث عهدهم بكفر، لا يمكن أن يقال لولا قومك لنقضت الكعبة. التقدير لولا قومك كائنون، هي قومها كائنين ديما، ولكن التقدير لولا قومك حديث عهدهم بكفر. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لأمرتهم بالسواك، ألسنا مأمورين بالسواك؟ هذا الحديث يدل على أننا لم نؤمر بالسواك، أليس كذلك؟ وهل نحن لم نؤمر بالسواك؟ ألم نقرر أنه مندوب؟ وما هو المندوب في اصطلاح الأصوليين؟ أليس هو الفعل المأمور به أمرا غير جازم؟ إذن قد أمرنا بالسواك، لكن قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي لأمرتهم أمر حتم وأمر إيجاب، وإلا فأمر الندب نحن مأمورون به بدليل ما أخبرتكم به من الأحاديث. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني الإمام، كان ثقة كثير الحديث، وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة ذكر أخوين له، وهما أبو سلمة والثاني إبراهيم، كلاهما من رجال الموطأ، وهذا ثالث أبناء عبد الرحمن بن عوف. مات سنة 95 من الهجرة، وقال بعض أهل التراجم مات سنة 50 و100، لكن قال ابن سعد: وهذا غلط، وليس يمكن أن يكون ذلك كذلك، 95 أشبه وأقرب للصواب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن هذا الحكم ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وورد أيضا مقيدا بالصلاة فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهذه المواطن كلها السواك فيها مستحب ومندوب إليه.
وأفضل ما يستاك به الإنسان هو عود الأراك، لأنه كان سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد فما يقوم مقامه مما ينظف. وبعض العلماء لهم في هذا الموضع تفصيل حسن، قالوا إن الصورة الكاملة للسنة تنقسم إلى أثر ومؤثر. المؤثر عند النبي صلى الله عليه وسلم هو عود الأراك، والأثر هو التنظيف الحاصل بالسواك. فمن جمع بين الأثر والمؤثر فقد حصلت له الصورة الكاملة. ونحن نقول الصورة ولا نقول حصلت له السنة، لأن ذلك ما رده إلى النيات وإلى أحوال القلوب، وإنما الصورة الظاهرة راح حصل. ومن حصل له الأثر فقط من غير مؤثر فله حظ الأثر من صورة السنة، وليس له حظ المؤثر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة. الصلاة، وبهذا الحديث بحديث أبي هريرة نكون انتهينا من كتاب الطهارة، وهذا هو أول كتاب موطأ أتممناه الحمد لله، ونسأل الله سبحانه أن يعيننا على ختم أبواب الموطأ كلها وأن يقبل منا ذلك. الصلاة تطلق إطلاقات في لغة العرب، تطلق على البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك عليهم. وقال جرير: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخرى، تدعي مع العيالات، يعني اللهم بارك عليهن. وتطلق الصلاة على الدعاء، قال ربنا سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وتطلق الصلاة على الدين، قالوا: يا شعيب أصلواتك، وفي قراءة: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبانا، أصلاتك أي أدينك. وتطلق الصلاة على العبادة، ومن ذلك قال ربنا سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي عبادتهم. وتطلق الصلاة على الرحمة، ومن ذلك قال ربنا سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والصلاة في القرآن أطلقت مرادا بها صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وصلاة السفر وصلاة الجنازة وصلاة الخوف. أريد بها صلاة الخوف في قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم. الصلاة هنا هي صلاة الخوف. وأطلقت مرادا بها الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وأطلقت مرادا بها الجماعة، صلاة الجماعة، وذلك في قول ربنا سبحانه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. وأطلقت مرادا بها صلاة السفر، مرادا بها صلاة السفر، وذلك كما في قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأطلقت مرادا بها صلاة الجنازة، وذلك بالمادة لا باللفظ: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذا بالمادة لا باللفظ. وأما الصلاة في الاصطلاح فيعرفها المالكية بقولهم: قربة فعلية ذات إحرام وسلام، أو سجود فقط. سجود فقط أيضا يسمى صلاة في الاصطلاح، لماذا؟ ليدخل فيه سجود التلاوة، أيوة، لأن سجود التلاوة عندهم يعدونه صلاة، لئلا يكون على غير ما تشترط له الصلاة من استقبال القبلة والطهارة. نعم. وأما الأذان فالأذان النداء للصلاة، هذا ورد مرتين في القرآن العظيم، في قول الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وفي قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والأذان
هو الإعلام. الأذان في لغة العرب الإعلام. قال ربنا سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان أي وإعلام. قال ربنا سبحانه: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ولكن ما الفعل من أذن؟ ما الفعل من الأذان الذي هو الإعلام؟ آذن أعلم. يوذن المصدر إيذانا إيذانا. والأذان اسم منه، ويقال الأذان والأذين كلاهما بمعنى. قال جرير: هل تتبعون بذي المشاعر مش هل تملكون بذي المشاعر، وفي رواية: هل تتبعون بذي المشاعر مشعرا أو تسمعون بذي الصلاة أذينا، أي أذانا. والأذان في الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. البيت الذي ذكرت لكم لجرير هو من قصيدة له يهجو فيها الأخطل التغلبي الشاعر المشهور. هم شعراء ثلاثة في بني أمية كانوا يتهاجون ويتناقضون. هذا البيت من قصيدة له يهجوه فيها مطلعها: أمسيت إذ رحل الشباب حزينا، ليت الليالي قبل ذاك فنينا، ما للمنازل لا يجبن حزينا، أصممنا أن بعد المدى فبلينا. يقول فيها في هجاء الأخطل: ولد الأخيطل نسوة من تغلبين. والأخيطل قال له تصغير تحقير. ولد الأخيطل نسوة من تغلبين، هن الخبائث بالخبيث غذينا. إن الذي حرم المكارم تغلبا، جعل النبوة والخلافة فينا. هل تتبعون بذي المشاعر مشعرا أو تسمعون بذي الصلاة أذينا؟ مضر أبي وأبو الملوك فهل لكم، يا خزر تغلب من أب كأبينا. هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. يعني عبيد، كون قلت لي يسوقكم لي يجيبكم لي عبيد. لما بلغ هذا البيت عبد الملك بن مروان قال: ما زاد ابن المراغة. ابن المراغة يعني هذا كان يهجى به جرير، يشتم به جرير، تنسب أمه إلى الزنا، لأن يعني المراغة يعني المرأة التي يتمرغ الرجال عليها. فقال عبد الملك: ما زاد ابن المراغة أن جعلني شرطيا له، أنا الخليفة، وقال لك لو شئت ساقكم إلي، أنا نجي نخدم عليك يا جرير ونسوق لك هذا. ولو قال شنو ده بيت جرير: لو شئت ساقكم إلي قطينا. قال عبد الملك: ولو قال لو شاء ساقكم إلي قطينا لسقتهم إليه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، القاضي، الإمام، شيخ مالك وشيخ المدينة في وقته، ومات رحمه الله سنة 45 أو 100. نعم. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا من التابعين، فالحديث أيضا مرسل، ولكن حديث عبد الله بن زيد هذا في الأذان مشهور، مروي عند الأئمة في مساندهم وسننهم بأسانيد نظيفة، وحديث صحيح مشهور لا يضره أن روي في الموطأ بإسناد منقطع. أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. الأذان شرع في المدينة، وكانوا يصلون قبل ذلك من غير تأذين للصلاة، وإنما كانوا يتحينون أوقات الصلاة ويقدرونها. ويعني قصة مشروعيته وحكم هذا فيه بعض الطول، نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.